رسالة إلى اتحاد الشعب السوري عامة وإلى كل ثائر وحر وصادق بسوريا. أنا اليوم استدعوني السلطات الأردنية على دائرة المخابرات وفاجأوني بقرار رحيلي من الأردن. أنا وعيلتي وشخص يدعى أبو حمزة الصلخدي، هو من الثوار المعروفين، يعني قرار غير قابل للطعن. يعني يا أما برحل خلال 14 يوم يا أما بيسلموني لحدود نصيب مع النظام. بطلب من اتحاد الشعب السوري ومن ثوار سوريا كافة لمساعدتنا نغادر الأردن قبل 14 يوم، كونه لا أملك دينار واحد. وعصابته وكل ليش جابها على سوريا بعد